بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. السلام من جميع الجزائر والجزائريات اللي عايشين في الجزائر وفي الخارج. الجزائر في الاول الناس اللي جاني السريين اللي عايشين دي ثمار في الكتر واربع بونجور سالي تونس جاريان جاريان كيف فون لجيريا الترجي الشرقية الغربية ثقافة الجزائرية الزول والنزول الزول ولا نزول يا خوتي. شتو دوك واش هم يديروا هاد الاشخاص العصابة هادي؟ يعني فريمون حسبوا الشعب اللي طناه ولا يعني ما على بالهمش بلي شعب كيما يقول في المسيرات يقول لك الشعب موحد والاخر والدوله خاينه. يعني الشعب متحضر والدوله خاينه وحنا نقولوا ما عندناش دوله عندنا عصابه. هاد العصابه هادوما واش هم يديروا؟ ام يبروتيجيو في هادوك اللي لوغارش لي زولوغارش في الجزائر امثال البرابو ما تمنوش بلي راح يشارعوا عليه. نقول لكم هكذا ما نامنش شخصيا ما نامنش راح يتشارعوا. علاش؟ اولا البارح شتو قال لك احمد وحيا راح يشارعوا؟ واحد ما شافوا في المحكمه بعت الكلب تاعو الكلب هذاك المحامي لان هذاك كان من الدياراس المحامي تاع الدياراس تشفاو كاع لان قلنا بان جينيرال توفيق بان شكون معاه كاع هذا المحامي سير براب وبانوا كاع يعني راح ديكلون قلنا نهضروا عليها عندها شحال ليسونسيال. الشعب ما شافش هذا ويحيى هذا لان الشعب كان في تما في المحاكمه وجابوا الياوت الى اخره واحد ما شافوا. هذه اول. ثانيا هذه الادعاءات يقول لك رب داوه كوني ناف ما كان والو خاوتي ما كان والو. يحبوا يديو يبرهنوا للشعب قدام الشعب الجزائري المحاكمة تكون ديركت. سورتو نقول حاجة سورتو كي تجي لانفورماسيون من قناة زيغو واليتيمة اليتيمة اللي تخدم فيهم وحدة كانت تخدم قانيت ما تنسوش فريدة بزة اللي عندها الجنسية البلجيكية نساوها كاع تعرفوا لاجونس موبيلي جاي في بيمونديس واسمها لاجونس بزا هذيك تاعها سي تون اسبيون تاع لا بلجيك. لو كانوا يقولوا للشعب الجزائري ما نقبلوش الناس اللي عندهم الجنسية وهما كاع ولادهم عندهم الجنسيات والاخر دخلوا. هذه اولا. يعني كما قلت لكم هذيك فريده بالقاسم ولا اسمها هذيك بن حمادي اكبر سراق وبن عمر سراق كوني نفس سراق بياري سراق يعني ماشي غير هادو بالخادم ما تنساوش اللي يلعبها باسم الاسلام ها واحد منهم بهدلوه في فرنسا هذاك ابو جرى السلطاني اللي عنده علاقه غير شرعيه مع سيناعي مصالحي لا لمزبله التاريخ هادو ويعني بانوا دوخ ماشي قال احنا نهضروا قلنا المشارع بالشعب يامن حقيقة زوخ يتنحى اكبر سراق هرد العاصمة واليوم زاد طرد نتعرف الشباب واحد رئيسهم هذا لا 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 المروكي هذا قال لك ارواحه هو ما جاش المشاورات. وما تنسوش واحد يا خوتي من طرف احد جينيرات الجزائر اللي هردوا الجزائر هو جينيرال توفيق هذا هدايا عنده يد تاع احد الاحزاب وهو محمد بلعيد ما تنساوش سي تان جوكر تاعهم راح مع الاخر يتشاور مع المروكي الى اخره. شوفوا يعني الحراك السياسي هذا ماشي سياسيين هادو حبوا مازال يبلعطوا الشعب يقول لك لا يديوهم وين يتخباو هادو كيما سي حداد اوف بليده ويمتخبي ماشي يشرعوا له على لا كوريبسيون اللي دارها على المشروعات اللي دارهم لا يتحاسب على جال قال لك سلاح يا اخي يتشارع والسرق بلي دوكيمو. كان اخ عبد الصمد اللي بعض الخواناج بريسيز بانوا كاع في الحراك كانوا يتهموه ولوخ هاو مديلكم بالدلائل. كاين الاخ امير ديزاد بالدلائل الاخ العربي زيتو بالدلائل واش يتسنى هاد المحكمه يجيبوهم الشعب يشوفهم هما ما شافوش يقول لك شارعوا له كذا يعني كاع خرطي هاو مداوهم الحبس باش يخبيوهم يا خوتي باش على بالهم كيما يقولوا كي تكون سلميه ومن بعد يبداو يخرجوا كيما بكري ولادهم الى اخره.
وما ننساش احد الخوانه يا خوتي، كان هذاك لو جورنال الجيري باتريوتيك قريته بنفسي على الاخ العربي زيتوت، قال باللي حركي وكذا وعمل ما على بالكم شكون اللي يكسب هذا. وليد خالد نزار واسمه توفيق نزار، وليدو اللي كسب. يعني شوفوا ولادهم ما عندهمش اوكان نيفو، ايش بريسيس انا ما نقولش كيما قلت نجي نعاودها وشاهد في كلامي، يتحاسبوا كاع كي هما كي ولادهم كي فاميلتهم كومبلي يتحاسبوا، كومبلي يتحاسبوا، ماشي غير هو واحد، كاع فاميلتو خاوتو عمو باباه يماه كاع، لان قتلوا اجيال واجيال. الالهاب قتل ديريكت، هادو قتلوا اجيال دي جينيراسيون. سي بور سا قلنا هاد التلاعب السياسي راهم يديروه، والاخر يشرعوا يا ودي بينوا للشعب. وكيما قلت لكم سورتو كي جات لانفورماسيون من طرف قناه زيغو ومن طرف قناه اليتيمه، باسكو هم يضربوا شيتا لدوك القايد صالح، هم يضربوا له شيتا، كان بكري يضربوا له شيتا لسعيد وحداد والاخر، دوك هم اللي كون ينافوا دوك زعما هم يضربوا، وهما داوهم باش يخبيهم. باسكو هاد الناس وين يخرجوا متبوعين، يروحوا لانجليز، هذا يروح لانجليز، كاين الجاليه الجزائري في لانجليز تتبعهم، هذا كون ينافى يروح سويسرا كاين جاليه جزائري في سويسرا تتبعهم، وين يروحوا متبوعين. بوشوارب ماهوش يرقد بيا، هذاك اكبر سراق، وليد الحركي بلي بروف، كانوا يقولوا ما عندوش الجنسيه، دوب ناسيوناليتي الجيرو فرونكو الجيريا. بوشوارب اللي بنته عندها امل بوشوارب الى اخره، هادو قاع يتحاسبوا. وما يقوليش واحد ولادهم ما داروش، يزون بروفيتي داروا، كي وليدهم كي خالتهم كي قاع داروا، سرقوا الشعب. ايش بريسيس ما واحد ما يجيبها ليش هذيك تاع الفلسفه، غادي تفلسف، سرقوا الشعب الجزائري. والشعب في الحراك هذا خرج لأوضاع اجتماعية كما قلت، ليس لي هذا حراك سياسي، أوضاع اجتماعية، لأن مرقوها طرو صوتهم الأزمة الاقتصادية تاع البترول حبطهم، يقول كلش لاباس، والآخر تما بان عيوبهم كاع، يعني كما قلنا مبنى ولا دولة لا نظام. ونقول فخامة الشعب الجزائري، فخامة الشعب الجزائري، احذروا من تلاعبات سياسية هادو. يقولوا لك هم داوها وانت ما شتوش، انت ما شتوش، ما شتوش بعينيك، راح المحكمه والاخر. باسكو علاش هادوك الناس اللي كانوا معاهم مازالهم لي مير كيما قلت لكم، مازالهم الجمعيات هادوك اللي كانوا تعرفوا تاع لي ليجيتيديون مازالهم، الافان مازالوا يحكم، الاندي مازالوا، والاندي ما نهضروش عليه، صديق شهاب اكبر سراق، كيف سراق يهضر على سراق، اكبر سراق ايش بريسيس، كان اسلامي ومن بعد ولا داك تاع واحد البلديات ومن بعد ولا الاراندي الى اخره. ايزون توس بروفيتي، يعني ما يجيش واحد يبلعطنا، باسكو رانا نشوفوا دوك راهم يبانوا واحد الوجوه كيما سي بالخادم اكبر خائن الجزائر ايش بريسيس، اكبر خائن ما تنساوش جوجل هذا كاع 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 يا خوتي. ودوك يقول لك يتسمى نتايا يا اخي كي تروح تهضر معاه راك مديت لهم قيمه، الشعب اللي ديسيدي، الشعب اللي ديسيدي، سي لو بوب كي ديسيد، وراكم تشوفوا في المظاهرات والشعب او يعيط، هذا ما كان. واحذروا في المسيره نهار الجمعه الجاي ان شاء الله تشوفوا شخصيا، جات واحد التلفزيون، تلفزيون على وهدرتها، ماشي هدرت على التلفزيون باسكو ما كاش اللوغو، تشوفوا تلفزيون ما عندهاش لوغو ما تهضروش معاهم، واليتيمه ما تهضروش معاها، وقناه الزيغو ما تهضروش معاهم، باسكو ما همش مع الشعب، راهم مع اللي زولوغارش واللي سرقوا البلاد. هاد القناه هادي واحد تمها زعما يدافع جورناليست من لبنان ولا، قلت له خويا، قلت له حبيت نسقسيك شكون انت، قال لي انا صحفي، وري لي كارتا صحفي، واش من الصحافه انت، واش من الصحافه. وهذه صارت في اودا ايش بريسيس، في اودا في لافاك دو في لافاك سونترال،
واش ما وهي وواحد يبدا زعما تهضر. ومن بعد قلت لها دايره واش كون نتوما؟ قالت لي شكاي عرب. قلت لها نتوما تاع الامارات، امارات ضد الحراك، ما نهضروش معاكم، ما نهضروش معاكم، اون با بيزون دو فو. هو اول يجي الحيره يعني يجي حاجه جديده في الجزائر، اول واش يصرى؟ قطع علاقات مع فرنسا والامارات والسعوديه، قطع علاقات، قطع العلاقات، اللي يحبهم يروح ليهم. هذا ما كان، هذا ما كان. ونقول لكم يا خوتي سلام عليكم، وتحيه فخامه الشعب الجزائري. يا بروشان ان شاء الله.